يسرني الترحيب بكم اليوم في حوارنا والذي تم تنظيمه من قبل مركز أبوظبي للصحة العامة بمناسبة اليوم العالمي للسرطان مع الناجية من سرطان الثدي. اليوم العالمي للسرطان هو يوم تم تخصيصه عالمياً للتوعية بأهمية الوقاية من جميع أنواع السرطانات عن طريق الكشف المبكر واتباع أسلوب حياة صحي. أقدم لكم الأخت سامية محمد للتحدث عن تجربتها مع المرض. عرفينا عنك ومن أنت اليوم. أنا امرأة جديدة الحمد لله بكل فضل الله سبحانه وتعالى، فما عندي أي كلام يعني أقوله غير أني أنا أقولك أنا امرأة جديدة وقوية الحمد لله. ما هو نوع السرطان الذي أصبت به وكيف قمت باكتشافه؟ نوع السرطان الذي صبت فيه ورم في الثدي وفي الغدد الليمفاوية المرحلة الثانية، اكتشفته عن طريق الفحص. هل يوجد تاريخ مرضي لهذا المرض في العائلة؟ لا ما عندنا. لا يوجد. لا لا يوجد. هل قمت بعمل فحص مبكر من قبل، حيث أن المراكز الصحية في إمارة أبوظبي توفر خدمة الفحص الشامل؟ أنا صراحة ما سويت فحص لأنه هذا سبب إهمالي، فأنا أعترف أني أنا مهملة. الحمد لله من أول ما اكتشفت المرض على طول بديت العلاج، وكانت فترة وايد حلوة فيها الصبر وفيها قوة النفس والعزيمة الحمد لله. الحمد لله. تأخير اكتشاف المرض هل أثر على رحلة العلاج؟ الحمد لله استقبلت العلاج بكل صدر رحب، والحمد لله بديت العلاج فورا من اول ما قال لي الدكتور لازم احنا نبدا الكيماوي، خلاص نبدا ليش لا. ايوه. من وجهة نظرك هل الفحص المبكر مهم؟ اكيد مهم. ولماذا مهم؟ حتى تتفادى الامراض وانتشار المرض في الجسم، مش بس سرطان الثدي، جميع الامراض. أيوة. انت لازم تكتشفها وتفحص. الحمد لله دولة الامارات العربية المتحدة مش مقصرة معانا في اي شيء. في برنامج اسمه افحص، يفحصك من والى، فاحنا ليش نقصر في نفوسنا؟ ايوه فعلا. الحمد لله. الحمد لله. صفي لنا رحلتك العلاجيه، كيف بدات وكيف سارت؟ عاد هاي رحله حلوه. رحله كلها دلع. انا شفت نفسي اجمل انسانه في فتره العلاج ما شاء الله. الحمد لله كانت فتره كلها يعني استقبلتها بكل يعني معنويه حلوه جميله. في نفس الوقت أني أنا قمت بالعلاج وكنت ما شاء الله يعني بدأت رياضة وأكل الأكل الصحي والمرح والدلع، أشوف نفسي أجمل من أول في فترة العلاج. فعلا أنا هالكلام يعني أتكلم صح يعني من قلب صادق يعني، فكانت جميلة الحمد لله. فيها دلع وفيها سعادة وفيها زدت معرفة الناس، وعلاقتي مع الدكاترة كانت من أجمل وأروع ماشي. وكانت يعني شيء جميل أنا شفته في حياتي، أنه لما أقابل الناس اللي مثلي في حالتي تقول لهم أنا موجودة شوفوني ماشي. يعني أنا مستانسة وأنا الحمد لله العلاج ما أثر فيني، بالعكس أنا زادني جمال وسعادة وثقة بنفسي فعلا. فالحمد لله ما عليك. صراحة نحييك على هاي النفسية، في العادة ما نشوف هالشيء مع المرضى خصيصا مرضى السرطان. فهل تلقي العلاج أثر على روتينك اليومي أو حياتك اليومية؟ بالعكس أنا كنت أخذ الجلسة العلاج وأروح أتمشى، أروح أسوي رياضة، أكل اللي أباه، أتمتع في حياتي ما شاء الله عليك. أخبرينا عن داعمك الأول في رحلة العلاج، وماذا تقولين لهذا الشخص؟ داعمي الأول الله سبحانه وتعالى، وثاني شيء دولة الإمارات العربية المتحدة إنها وفرت لي العلاج اللازم أحسن من ما أسافر برا. يعني دام توفير العلاج في البلاد الحمد لله. وثاني شيء صديقاتي وأولادي والصبر والمعنوية الحلوة إنه أنا قابلت العلاج بمعنوية جميلة ما شاء الله. فعلا. والله يعني فعلا كنت يعني أمرح أسولف ألبس كله يعني ما نصيحة أخيرة توجهينها للحضور والجمهور اليوم؟ نصيحة أنهم يسارعون بالفحص المبكر. الفحص المبكر مش لمرض معين، لجميع الأمراض، ما نهمل نفسنا.
إذا أهملنا أنفسنا إحنا تفاقم فينا الأمراض وتفاقمت فينا العلل. فليش الحمد لله دام دولة الإمارات العربية المتحدة وشيوخنا الكرام موفرين لنا كل سبل الراحة والعلاج؟ فلازم نفحص مبكر. شكرا لك على حضورك ومشاركتنا لتجربتك، لقد سررنا باستضافتك اليوم معنا، متمنين لك دوام الصحة والعافية بإذن الله. السيدات والسادة، بهذا نصل معكم إلى ختام حوارنا لليوم، وشكرا على انضمامكم لنا، ونتمنى لكم يوما سعيد. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.